مبروك لمدير أكبر شركة مخدرات بالقاهرة، عقبال الدكتوراه مع مرتبة الشرف، عشان تبقى المعلم الدكتور وفيق. في ايه؟ دق. انا مش بعمل لك بطاطس. بحثك لازم تكمله في خلال 3 شهور. انا هجيب لك 3 مسجلين اللي انت ينفع تتفاهم معاهم. انا اسمي رشا. رشا صيدلية. السلام عليكم يا دكتور. ايه يا دكتور؟ دكتور. هز ديلك، ارفع رجلك. اقلع. اقلع. طب خش جوه. انا خالد قني. خلاص، وانت موجه لغة عربية ولا تونسي ولا ايه؟ انا بتشيك. حلوه. كان فاضل لها كوبايتين ليمون وشمعه. خدت الدبله. اسمها ايه؟ اسمها العميل. خدت فيزا ولا ميزا؟ خطوتك كانت. انا عايز اخد بريك. هو ايه موضوع البريك يا دكتور؟ يا حبيبي في بيت في الثلاجه. وانا مضايق كل حاجه في الطريق لحضرتك يا فندم. انت اعمل يا ابني. ايوه. الدكتور ده استاذ جامعه وخاطب، فاللي بتفكري فيه شيلي من دماغك. انا كنت عايز اسالك عن موضوع البطه الصفرة ده. مين بقى جدع اللي ظهر معاهم فجاه ده؟ طول ما هو ما يعرفش ما يسالش. ازاي بقى افتكر ان انا دكتور جامعه فقالوا لي مالوش في النوش فتدوس عليه؟ انت كل في كل بقى؟ انت هتعمل لي فاهم كل في الكل بجد ولا ايوه انا كل في الكل. بقول لي ايه لحضرتك؟ ايه يا فندم؟ شكلك اهبل وعبيط. مساء الخير يا جماعه. ايه في ايه مالكم؟ المفروض انا وانت نعمل ايه بعد الخطوبه؟ افندم مش هيسيبوك يا دكتور. البيزنس والعلم. احنا دلوقتي في مركب واحده. يا انا والفريق كله يا بلاش منها. انا اعلم عنك الكثير. وانا ايضا اعلم عنك الكثير.